بينما يحلم خليل بأن يكون مع زينب في حلقة الموسم الجديد من مسلسل تل الرياح، فإن الأشياء التي علمتها زينب في اللحظة الأخيرة ستسبب في فوضى علاقتها مع خليل. على الرغم من أنه يبدو أن الساحرة سونغول قد فازت في الوقت الحالي، فلا تقلقوا، فالقدر سيجمع زينب وخليل وجها لوجه مرة أخرى، حتى لو كان ذلك بعد أشهر. على الرغم من أن الزوجين يحاولان الهروب من بعضهما البعض، إلا أنهما سيدركان أخيرا أنهما لا يستطيعان الهروب من الحب. بعد أن تغادر زينب خليل، ستأخذ عائلتها وتستقر في منزل آخر في المزرعة. ومع ذلك لن تتمكن زينب من الخروج من المزرعة لأن والدها صالح لوالدتها زمرد هانم. هذا الموقف سيفيد خليل وسيعتقد أن لديه فرصة أخرى على الأقل لمسامحة نفسه. على الرغم من أننا نعتقد أننا تخلصنا من ألبير إلى الأبد بذهابه إلى السجن، إلا أن تعاون سونغول مع ألبير في السجن سيستمر لفترة طويلة. من المحتمل أن يتم إرسال الرسالة الصادمة التي تسببت في انفصال زينب وخليل في نهاية الموسم من خط رجل قام سرا بتهريب هاتف داخل ألبير. سيسقط وجه زينب بسبب رسالة من رقم سري. تقول: هناك الكثير من الأشياء التي لا تعرفينها عن خليل. زينب، هل تعلمين أنه جاء إلى المزرعة للانتقام منك ومن عائلتك؟ السبب التي جعلتها تقول لخليل لن أكون أبدا حبيبتك المتمردة هي على الأرجح هذه الرسالة التي أرسلها ألبير، وأتمنى أن تنال سونغول عقابها أيضا.